التواصل الاجتماعي واتساب تويتر يا ابو احمد تكلم عينوا بنغاليين باكر البنغالي يخالفنا بالشارع باكر كاتبين على مخالفه باسلوب بنغالي بطريقه استهزاء يا جماعه خلونا منطقيين شوي الجيش الكويتي في الامور الفنيه والفنيين يستخدمون بنغاليين من اصحاب الشهادات العليا بنغال ترى من متفوقة ما هي لا نستهين فيهم دولة متقدمة في بعض المجالات الفنية فنقص التخصصات عندنا يابوا الجيش الكويتي سواق لبعض الآليات الضخمة نلقاهم في بعض الأمور الفنية اللي تحتاجهم الدولة الجهاز العسكري وزارة الداخلية نقلت هذه التجربة من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية وبعض هذول البنغال لهم مناصبهم في ديرتهم لكن عملهم الأساسي هو في الأمور الفنية التخصصية اللي عندهم نكس فيها قامت قيامة التويتر الشرطة والشرطة الداخلية وتستهين وباكر بنغالي خالفنا جماعة مو بهالطريقة لا تعالج الأمور بهذه الطريقة يا جماعة أنا ماني عارف واحد يكتب شيء تلقاه انتقل لك 50 واحد دازي جماعة اهدى نسمع الموضوع وش صاير وشنو الهدف من وراء حتى نعرف شنو الهدف من وراء هالشغلة وفي النهاية إذا تطور العمل الشرطي هي مصلحة آخر شيء الوطن والمواطن معرفة الموضوع وخباياه راح يكون معاي مداخلة الآن مع العميد عادل الحشاش مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بموضوع استخدام وتوظيف الشرطة البنغالية مساك الله بالخير عميد عادل مساك الله بخير هلا اخوي محمد شلونك مساك بخير طول بعمرك اليوم عبر التواصل يعني الناس صار عندها لبسه على موضوع الشرطه البنغاليه او بعض التعاقد مع الفنيين البنغاليين في القيام باعمال داخل وزاره الداخليه ممكن توضح لنا الموضوع عميد عادل انا مره ثانيه اشكر منك اخوي محمد طول بعمرك ما قصرت امانه على اتاحه الفرصه والتواصل مع اخوانك المشاهدين من خلال برنامجك الامر لا علاقة بالأمن وما دام نتكلم عن الأمن معناته أن لا ارتباط بالمواطن لا ارتباط بالمقيم ومن حقه أن أيضا يعرف الجانب الآخر من الأمور اللي فضلت وزارة الداخلية أن تتريث وما تتكلم فيها لأن أخي محمد هذا الموضوع شأن أمني بحث داخلي صحيح. وليس ذا علاقة بالمواطن أو المقيم كاحتكاك مباشر فالوزارة فضلت بأن تتريث في عملية الإفصاح عن مثل هذه الأمور من باب أنه أمر داخلي بحت وبالتالي تنظيمها وأيضا تطويرها يظل تحت منظومة استراتيجية الوزارة في هذا الموضوع اليوم تداولت الحقيقة يعني صحيفة الرأي وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما تفضلت بشكل يمكن موسع أخذت فيها نوع من السخرية والاستهزاء في جانب آخر من تداوله بشكل فقط الهدف الحقيقي منه أو الإدراك لحقيقة الوزارة شنو تبقي من خلال الاستعانة بهذه العناصر المدربة البنغالية اللي تستعمل فيها وزارة الداخلية وإحنا قاعد نعرض صورهم عميد عادل حاليا الآن الصور اللي أنت قاعد تشوفونها الآن الصور الآن هي لبعض المهن الحرفية اللي وزارة الداخلية استعانت فيها في العمل لدى الوزارة من ضمنها مثل ما تشوفون ميكانيكيين حداد لبعضهم يصلح مكاين صباقين بعضهم مثل ما يقول تصليح تريلات زوارق أيضا حتى بالنسبة لمديريات الأمن استعنا ترى بعضاء هيئة التمريض محمد وفي إدارة الشؤون الصحية في هناك أيضا طاقم طبي تمريضي متطور عندهم شهادات عليا في هذا الجانب ومستقبلا راح يتم الاستعانة أيضا بمهندسين ودكاترة وغيرها من هذه الأمور اللي عبّ بين في هذا الجانب بأن في هناك مثل ما تفضلت بروتوكول هذا البروتوكول الآن قائم ما بين وزارة الدفاع وبنغلاديش باستعانة بمثل هذه العمالة المدربة لبعض القطاعات الأمنية وزارة الداخلية أخذت جزء من هذا البروتوكول وجيّرته لصالح الوزارة بالاستعانة في بعض المهن اللي أنا ذكرتها في هذا الموضوع اللي قامت الدنيا ولا قاعدة حطوا صور أنه والله في الدورية ولا هو بالشارع أو أنه يطلب وثائق محددة وبيانات ثبوتية من خلال حملات التفتيش نحب بين بأن هذه العمالة عملهم داخل نطاق القطاع نفسه بمعنى الصور اللي قاعد تشوفونها الآن داخل القطاع مقيمه في داخل القطاع ما يطلع
لبسه هو ايضا يكون يتناسب مع طبيعه العمل اللي هو يكون فيه. تداولوا اخي محمد ترى صور نزلت في وسائل التواصل في ضباط لابسين لبس وزاره الداخليه. صحيح. مقدم، رائد وغير ما هذه الامور. هذيل هم عددهم ترى اربعه فقط لا غير، اربعه فقط لا غير، هذيل ضباط اتصال. الهدف منه تذليل المعوقات، تسهيل التنسيق ما بيننا وما بين العماله، وتذليل اي صعوبات تواجه طبيعه العمل اللي هم يقومون فيه. مقتصر ايضا عملهم خلال فتره انتقاليه محدده وبعدها راح ينتهون، ما لهم علاقه بالشارع، ما لهم علاقه بالدوريات، ما لهم علاقه بالمرور، ما لهم علاقه باي شيء من هذا القبيل. الشيء اللي لازم ايضا نوضحه بان العماله الان اللي احنا جبناها الان المدربه الفنيه اللي انا ذكرت لك اياها هي جزء من بروتوكول الان قائم. نعم. مدته 3 سنوات، العدد الاجمالي 1000 اللي جبناه الى الان 293. ترى في دفعات ثانيه راح تجي وثالثه ورابعه الى ان يكتفي هذا الى ان تكتفي وزاره الداخليه بهذا الموضوع. اكرر واقول ان عدم الافصاح عنها اعلاميا من قبل اداره الاعلام الامني ليس هو من باب الحجب المعلومه، انما هذيل هم يقدمون دعم لوجستي داخل القطاع، وبالتالي نطاق عملهم امني داخلي، وبالتالي المواطن المقيم يعني ماكو هناك مصلحه بانه يعرف شنو طبيعه عملهم ودورهم وخدماتهم اللي يقومون فيها بهذه الناحيه. انا اتمنى اخوي محمد امام الصور اللي انتم شاهدتوها وامام اللقطات اللي الان ما قصرت الحقيقه بانكم انتم وضحتوها بشكل متكامل، ان نبعد شويه عن موضوع اللي هو السخريه والاستهزاء والتداول بشكل يخرج عن اطار الحقيقي الهدف من هذا الموضوع. وزاره الداخليه انتم قاعد تشوفون الان قاعد تعزز قدراتها خاصه في الدعم اللوجستي. العماله اللي انتم تقولون عنها بطابع سخريه ترى عماله مدربه مثقفه على مستوى عالي من التعليم، وتخدم القطاع الامني اللي تعمل فيه بشكل حرفي متكامل. وزارة الداخلية باستراتيجيتها الجديدة تبي تدعم هذه القطاعات من خلال هذا الدعم وترتقي بخدماتها من خلال التعاون الآن القائم، وبالتالي عملية الإحلال هنا ماشيين فيه. نعم. لكن هذه المهن تحتاج أيضا إلى الدعم من أجل الوصول إلى القايات في وزارة الداخلية. هذه الحقيقة. نعم. يمكن أبرز النقاط اللي حب أن نوضحها في هذا الموضوع، وما عدا ذلك ترى ما في شيء هنا نخفيه عن المواطن المقيم، هنا وياه في قالب واحد اللي همه يهمنا، وبالتالي كل الامور نوضحها على بساط البحث، ماكو شيء نخفيه، وكل الامور قد تكون الان واضحه للجميع وبصوره شفافه كامله. العميد عادل حشاش مدير عام لاداره العلاقات العامه والاعلام الامني بوزاره الداخليه، شكرا لك على المداخله والتوضيح. شكرا يا ابو احمد. شكرا يا ابو احمد. انا اوجه رسالتي الى اهلنا بالكويت، يعني كل مشاهدين يا جماعه، اليوم اذا صحيفه او جهه اعلاميه تكتب شو خط شو، هذا اللي انكتب يضر في العمل، هذا واحد. يعني هل احنا صرنا شعب يطنز وبس؟ يا جماعه هذا عمل فني، لا نستهين بالجنسيات الثانيه. لما يجيب احسن الفنيين من بنغلاديش او من الهند او من الفلبين او من الدول المتقدمه حتى نستفيد من امور فنيه مو موجوده عندنا. هي العملية عمل كتابي ولا كتاب ولا يبوا من الناس المعينين؟ يا جماعة هذه أمور فنية تخصصية، وتعرفوني أنا أقول لكم الصدق، بس لا تطنز تويتر كله شعال شرطة البنغال باكر. يا جماعة أمور فنية، خلونا نركض شوي، خل الديرة تمشي شوي، مو كافي إنجازات الحكومة الحلوة. الجهة الوحيدة اللي قاعد نشوف فيها تطور هو الجهاز الأمن لوزارة الداخلية. جهاز الداخلية اليوم قاعد يحافظ على الأمن الداخلي للكويت. شوفوا الدول ايش قاعد يصير فيهم. الآن تركيا تتحول من دولة علمانية لدولة دينية. وعلاقاتها كبيرة مع إيران. شوفوا العراق والحرب الطائفية اللي عندهم، شوفوا بسوريا. شوفوا المآزق اللي احنا فيها، شوفوا التغير الخريطة السياسية في العالم. لازم نحافظ على أمن الداخلي، وعلى أساس نحافظ على أمن الداخلي يجب ندعم عيالنا. الداخلية محتاجة بعض الأمور الفنية التخصصية في قيام بأعمالها، احنا نقعد نطنز وبس؟ لا تخلونا نبطل جربة أقول ليش هذا فلان تكلم وهذا فلان، ومن هو فلان اللي تكلموا على فلان على أساس شغلة موقوفة أو شغلة ما مشت لفلان وعلان. ترى ملينا من هالقضية، صار الإعلام إعلام مصالح. والله عيب، والله عيب تطنز بأسلوب واحد يخجل منه. وهذه رسالة أتمنى أنكم تقبلونها مني. عندنا